وأيضا تكلمنا على الألبو فيتينج وشلون نقلل الخسائر وشلون البين هاي مواقعها، كم قطعة أستخدم 1 بيس أو 2 بيس أو 3 بيس، وأيضا اللوكيشن مالتها يعني هاي على بعد عرش قد هاي على بعد عرش قد، هذه اللي أخذناها بالدرس الماضي، وعن طريق الويت في حدده وعن طريق تداول تستخدم العدد مع اللوكيشن الموقع. اليوم راح ننتقل إلى النوع الثاني من الخسائر اللي هو losses at sudden enlargement، الخسائر اللي تصير عندك مثلا دك حجم صغير size small size، وبعدين راح يصير عندك الدك راح يكبر بصورة فجائية sudden enlargement، توسع ايش يكون بصورة فجائية. طبعا بالتوسع الصورة الفجائية راح يصير عندك هنا الايدي كرنت، و راح يكون عندك الخسائر بهذه المنطقة اللي هي الدايناميك لوسز. عفوا استاذ بدران، نعم استاذ يمكن ما اسجل المحاضرة. ما تسجل أتوقع. شغال التسجيل. هاي الخسائر شوف نحن راح يطلع لنا قيمة اللي هو ال K اللي هو ال 1 minus A1 divided by A2 الكل مرفوع لقوة 2، هذا اللي هو ال K اللي كنا نسميه dynamic coefficient losses، هذا نضربه في نصف رو في سكوير اوكي راح يعطيني قيمة ال pressure losses بالكامل. اذا هذا ال dynamic losses coefficient، هذا ال dynamic losses coefficient اللي نشوفه بين بال dynamic losses اللي هو هنا هاي التداول، شوفون هاي الزيتا، هاي الزيتا اللي هي قيمة الكي نفس اللي قلنا لكم اللي هي الدايناميك لوسز كويفيشنت، هذا من انا ليش اعطيكم الاشتقاق حتى انت تعرف هذا القيمة منين جت. يعني هنا مثلا هنا عندك ابروب، هنا عندك ابروب، زين يعني اذا كان عندك توسع او اذا كان عندك سادن انلارجمنت او سادن ريدكشن، يعني انقاص فجائي او توسع فجائي. اوكي هاي الزيتا منين عاد تجي حتى انت تعرف اصلها منين، يعني مو هي قيمه تاخذها من الجدول وانتهى الامر، لا القيمه اصلها منين، القيمه اصلها من ايش، من الاشتقاق اللي راح ناخذه بعد قليل ان شاء الله. احنا ذكرنا انه هنالك ثلاث معادلات اللي هي governing equation، معادله ايش المومنتم equation والبرنولي equation والكونتينيوتي ايكويشن. الكونتينيوتي ايكويشن اللي هي ال وين نشوف الصوره، ال A1 في ال B1 تساوي ال A2 في ال B2، ليش؟ لانه هذا السيستم هو كلوز وما عندك اي تسريب باعتبار انه لا يوجد تسريب ولا يوجد ايضا برانش دكت، فكميه الهواء اللي تكون هذا السكشن راح تنتقل الى السكشن الرقم 2 اللي هو يكون السكشن الكبير. البرنولي عفوا المومنتم ايكويشن طرقنا عليها الدرس الماضي انه هو دلتا اف ال F1 اللي يكون هنا ناقص ال F2 لان هذا هو الضغط العالي يكون بهاي المنطقه حتى يصير عندي الفلو، وتساوي ايش كانت الماس فلو ريت في اليو الاوت ناقص اليو ان. احنا راح نشتغل 1 دايمنشن فراح يكون عندي سرعه واحده اللي هو اليو باتجاه الاكس اكسس. هاي المعادله راح نعوض الكيو قيمة الكيو اللي هي A2U2 فصير بهاي الصيغة. بعدين اكو فد مسألة انه راح يقسم على الـ A2 راح يقسم على هاي المعادلة كلها على A2، فهاي الـ A2 راح تحذف وهاي الـ A2 راح تحذف، هاي الـ A1 على الـ A2 نشوف الـ A1 قيمة صغيرة تقسم على قيمة كبيرة، فممكن ايش نسوي لها ايش اهمال نقلل اوكي هاي المنطقة، وراح يصير عندي P1 ناقصا P2 يساوي رو ال A2 انحذفت رو U2 ناقصا U1، U2 راح ندخلها على المعادلة او نخليها عندنا بهاي القيمة، وراح ايضا يضرب يقسم الطرفين على G، يقسم هاي الطرف على G ويقسم الطرف الاخر على G لأي انتهت، وقسم على هاي المعادلة كلها راح نقسمها على رو G راح يصير هنا بالمقام رو جي، وهنا صار عندي جي لان قسمت الطرفين على الجي واليوتيوب وقد نفسها، هذه راح يسويها معادله رقم 1.
اللي هي الناتجة من معادلة المومنتم ايكويجن، وناتجة من معادلة الكونتينيوتي ايكويجن دخلناها داخل المومنتم ايكويجن. ننتقل الآن إلى المعادلة الثانية اللي هي البرنولي ايكويجن. برنولي ايكويجن بما أنه الفلو هو في اتجاه واحد أو في ليفل واحد مستوي واحد، فالرو جي ايج محذوف هنا طبعا، بها جزء آخر اللي هو رو جي ايج، هذا انحذف لأنه متساوي، فصار عندي الستاتيك بريشر لوسز بلس دايناميك بريشر لوسز ايكوال في الان بوينت نمبر 1 ايكوال ستاتيك بريشر بلس دايناميك بريشر في البوينت نمبر 2 بلس اتش ال اللي هو هذا الخسائر اللي هي ناتجه من عمليه الايدي كارنت اللي صار في الايدي كارنت. المهم راح يصير عندك هنا اتش ال، راح تنقل هذا الطرف الى الطرف الايسر وتسوي عمليه يعني اعاده صياغه المتغيرات، فراح تصير المعادله، هذه المعادله راح تصير بهذا الجزء. هذا الجزء اللي هو معادله رقم واحد، شوفوا هذا الجزء اللي هو نفس هذا، راح نعوض قيمه اليو، فهاي يو 2 ديفايد باي جي مالتيبلاي باي يو 1 ماينس يو 2، راح اخليها هنا ونعمل بعض الترتيبات على هذه المعادله، وراح يعطيك الاج ال اللي هو 1 ماينس اي 1 ديفايد باي اي 2 الكل سكوير مضروب في اليو 1 سكوير ديفايد باي 2 جي. هاي المعادله ليش اذكركم؟ بذكركم بالمعادلة اللوسز، يعني هاي اللوسز هنا بقيمة الايج بقيمة المتر، زين فيضربها في الرو جي، يعني من قيمة الايج، يعني هنا احنا عندنا اللوسز نوعين، اكو لوسز بالباسكال واكو لوسز تقدر توجدها في الميتر اللي هو الايج قيمة الايج. فتلاحظون هاي المعادلة ليش ذكرتكم؟ ذكركم انه كي او زيتا يو 1 divided by 2 نصف رو جي 2 سكوير، يعني تقريبا تذكركم بهذه القيمه. فقيمه اللوسز ايش راح تصير؟ راح تصير عندك 1 minus اي 1 divided by اي 2 الكل سكوير. فاذا انت عندك قيمه الاي 1 وقيمه الاي 2 فراح اطلع قيمه الكوفيشنت لوسز. اذا قيمه الكوفيشنت لوسز يعني غالبا ما يعتمد على الجيومتري، يعني شوف الكي هنا يعني تعتمد على قيمة ايش؟ الجيومتري اللي تنشئ هذا النوع من الفيتنج. اوكي، هذا الاشتقاق مطلوب طلاب، وهذا الاشتقاق يعني مهم جدا، يعطيك انديكيشن واضح على قيمة ايش؟ قيمة اللوسز. هاي اللوسز يعني غالبا ما تكون اقل، يعني اقل من واحد. اذا كانت واحد يعني دائما تكون اقل من واحد، اذا كانت واحد ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك بمعنى انه لا يوجد لوسز، انه يو البريشر دروب الدايناميك راح يصير نصف يو سكوير مرسوما على الجي. اوكي، واي 1 اللي هي اقل بكثير من الاي 2، فالاي 1 ديفايد باي اي 2 يعني اعتبرها انه نجلجبل، لغاها اللي خالفتنا بها بعد ما قسمنا على الـ A2. النوع الآخر اللي هو losses at converging depth اللي هو بعكس هنا، صار عندنا كان يعني small إلى large area، هنا لا بالعكس راح يصير عندك large إلى small اللي هو converge depth. طبعا نفس العملية، هذا طبعا يعني غير مطلوب عندك فقط للاصطلاح، هذا اللي هو ايضا راح يكون عندك اللي هو الاي 1 على الاي 2 سكوير ناقص، هذا اللي هو سميناه الجيومتريك اللي هو اللوسز دايناميك لوسز كوفيشن، وايضا لوسز سادن كونتراكشن، هاي بالعكس راح يصير عندك سادن كونتراكشن، وهذا طبعا تكون دائما سي صار سي اللي هو الكونتراكشن كوفيشن، راح يكون عندك جدول بي. وهذه طبعا احنا كل القيم راح ناخذها منين؟ راح ناخذها من الدايناميك لوسز، من هذه الجداول، اما جدول واحد او جدول اثنين. استاذ؟ نعم. اكو استاذ بالواقع العملي انه يعني الدكت يكون قطره صغيره وفجاه يتوسع؟ ايه اكو عادي. ايش السبب استاذ؟ يعني انت مثلا عندك ممر، انت عتمشي دكت كبير
بعدين صادفتك انه احد يعني المواقع زين او السكشن خلينا نسميه، فانت انجبرت انه تزغر الدك بسبب السقف الثانوي. السقف الثانوي مو نازل نفس المستوى، فايش راح تسوي؟ راح تزغر الدك. بعدين بعد مشيت متر او مترين او ثلاثه حسب الواقع هذا، يعني الشغل كله يعني تعارض مدني مع عمل ابو الدك او الميكانيك او ابو التبريد. بعدين رجع السقف الثانوي، رجع الى مثلا الى الوضعيه القديمه، زين يعني الايدج بين السقف الرئيسي والثانوي كبرت، فانت ايش راح تسوي؟ راح تكبر الدك حتى تقلل الخساره، فصار عندك دك كبير بعدين دك صغير، يعني اذا ارسلت هي بهذا الشكل. تمام، بس وضحت الفكرة. مو يعني هو واحد يحسب حسابه لازم بالخسائر يعني. نعم، يعني نفرض انه انت عندك هذا اللون الاسود، هذا السقف الرئيسي، تمام. هذا السقف الثانوي. شوف السقف الثانوي جاء بهذه الصيغه، بعدين لسبب من الاسباب صعد لفوق بعدين نزل. اوكي، فانت مجبر، الدكت اللي هنا راح ترسمه، خلينا نرسمه باللون الاحمر، الدكت هنا كان كبير، بعدين صار عندك تمام. بعدين يرجع يتمرن مرة ثانية. هذه يعني محددات معمارية غالبا ما تكون، فيعني أعطيكم كل الأوبشنات وكل الخيارات، وتبقى أنت حسب المشكلة اللي تواجهك. نعم، النوع الاخر اللي هو البرانش تيك اوف. طبعا هذا البرانش تيك اوف مهم جدا، يعني بالامتحان دائما يجيك سؤال لازم ببرانش تيك اوف. البرانش تيك اوف هسه انا ما راح اعطيكم اياه، يعني كمطالبين بالشارت والحسابات، لكن هي سهله جدا، خليني اشرح لكم اياها. دائما دائما هاي المعادلات اللي تشوفوها، هاي معادله اللوسز، معادله اللوسز بين من بين من؟ بين الدي واليو. شوفوا بالبرانش ديك عندي نوعين من الخسائر، عندي خسائر من اليو الاب ستريم الى الداون ستريم، هذا يسموه اب ستريم وهذا يسموه داون ستريم. الاب ستريم الى الداون ستريم اللي هي هاي المعادله اللي تحكم، يعني اكو خسائر نوعين من البرانش. اذا الهواء مالك مشى بالاتجاه الافقي راح يصير عندك خساره يحكمه هذا القانون، واذا الهواء او الخساره صارت من اليو الى البي الى البرانج، من الاب ستريم الى البرانج ستريم، ايش راح يصير عندك؟ راح يجيك هذا، تحل على هذا القانون. زين، طالب يسال يقول هذا منين جاء القانون؟ هذا القانون اذا تشوفون القانون ايش بي؟ بي دي وبي يو، يعني هذا كانما القانون هو يعطيك انديكيشن انت راح تحسب الخسائر من اليو الى البي. زين، طالب يقول سأل انا اخذ هذا الخسائر لو هذا الخسائر، خلينا نشوف نرسم لكم سؤال حتى يكون واضح. انت عندك هذا الدك، هذا الدك نرجع مرة ثانية، وصار بي أيضا، بسبب الأسباب. أنت خلينا نقول هاي أي، هاي بي، وهاي سي، وهاي دي، والدك ماشي. أنت هنا إيش راح يصير عندك؟ من الإندكس ران، إيش راح تكون الإندكس ران؟
الـ IBD. اندكس ران. راح وين تجي انت؟ ما راح تقول اي بي سي، راح تقول اي بي دي، اللي هو اي بي دي. أطول مسار. اي دي. زين. انت الان من راح تجي تحسب الخسائر، هنا من الاي الى البي عندك ستريت حسبتها. زين. تجي هنا عندك خساره بهذا الاتجاه اللي هو ستريت، وعندك خساره بهذا الاتجاه اللي هو البراند. انت ايش راح انت راح تاخذ الخساره هنا، لان انت الاندكس مالك جبرك انه تمشي بهذا المسار. يعني راح تاخذ الاي البي، عندك نوعين، عندك ستريت لوسز وعندك برانش لوسز. هذا انت راح تحسب البرانش لوسز. نعم لأن أطول مسار مو؟ نعم يعني أطول مسار ناخذ؟ لا، احنا مو قلنا اطول مسار. اندكس ران بيست اون وات؟ بيست اون اون لارج لوسز. يعني لارج لوسز تمام، هو في بعض الاحيان يطلع على اطول مسار، بس مو غالبا يطلع على اطول مسار. شوف انت الفيتنج اللي عندك ايش قد، زين الفيتنج اللي عندك ايش قد. يعني انت عندك خساره من الاي الى من السي كله ستريت، ما عندك خساره، بس هنا عندك خساره، هنا عندك خساره، هنا عندك خساره، وهكذا. زين، فهذا الاندكس ران اللي هي المسار اللي يعطيك اكبر لوسز اللي هو هذا. استاذ استاذ احنا حددنا على يعني اطول مسار، يعني نظريا دحج عليه له، هو المفروض كله ينقاس وبعدين نقارن. عمر، ما اني جاوبت مروان، انا ما قلت لك ابدا بكل محاضراتي انه اطول مسار، قلت لك اكبر استاذ، خساره. واقصد استاذ اقصد انت هسه اختاريته احنا بدون ارقام، هي بالاصل لازم ارقام تنعرف يعني اطول يعني اكثر. يعني انت الخبره مالتك، انت تحلك في اربع خمس اسئله تقوم تشوف المحطه تعرف الخساره وهكذا. كل ما يكون الفيتنج كثير كل ما راح يصير خساره عندك اكبر. يعني دائما الفيتنج هو يعطيك خساره يعني متراكمه، يعني هنا خساره هنا خساره هنا خساره، فهذا راح يزيد من قيمه ايش؟ البريشر دروب على ايش؟ على الاندكس مان. زين يعني؟ شكرا. زين. زين، اذا هذا السؤال، غير سؤال ناخذ. ممكن يعني قصدك هذا مثلا الستريت مثلا ماشي مثلا 40 متر، وهذا مثلا ماشي 20 متر بس صاير يروح يمين يسار، فاكيد راح يكون الخسائر اكثر بالبرانش. اذا اشتغلنا على هذا السؤال، على سؤال اخر، هسه انت نقول اي بي سي، وعندك هاي بعد عندك متكامل اكثر. هاي شلون احنا نقول انه هي مانتات نسويها بهذا السياره؟ اذا اكو دك بعد ماشي، احنا السؤال بس فقط على هاي النقطه، على هاي الجزئيه اللي هو البراند. هنا راح تيجي تقول الاندكس ران، هنا عندك خسائر، بس هنا عندك خساره ثانيه وهنا عندك خساره اخرى. زين، فراح يصير هنا الاندكس راح يصير عندك اي مثلا سي، مثلا هنا عندك بي، فعندك اي بي سي، يعني استمر بين قوسين استمر. طبعا راح تاخذ اللوسز على البرانج، راح تجي على هذا البرانج، راح تاخذ اللوسز، ما راح تاخذ اللوسز اللي هو على البرانج، لان الهواء ما دخل هنا، او عفوا انه انت حساباتك الاندكس ما دخلت على البرانج، ظليت عدل، لانه ايش عندك بعد هنا خسائر، وممكن بعد شوي عندك خسائر، فصار هناك راح تحسب الستريت ايش؟ البرانش تيك اوف ستريت لوسز. واضح لك؟ يعني بالبرانش عندك نوعين من الخسائر، عندك باتجاه الافقي اللي هو ستريت، وباتجاه ايش؟ البرانش تيك اوف. اذا انت راح تمشي بصوره مستقيمه انه انت عندك بعد عندك لوسز اخر، راح تقول لا انا ما راح اشتغل على البرانش تيك اوف، راح اشتغل على البرانش ستريت لوسز اللي هو هذا القانون. زين، سؤال طالب يقول سؤال قانون منين جاء؟ هذا القانون جاء يسموه تيبريتد داتا. زين، يعني شنو تيبريتد داتا؟ يعني يسموها امبيريكال ايكويشن. زين، هاي المعادله هي امبيريكال ايكويشن، انه هي ناجله منين؟ من اختبارات عمليه و يسوون بها جداول، بعدين هاي الجداول راح يحولوها الى معادله عن طريق شيء يسموه
التحليل الإحصائي، يعني حول لك أرقام. شنو التحليل الإحصائي أو statistical؟ statistical أنت راح تحول أرقام جاية منين؟ من تيبل. وهذا التيبل الأرقام الجدول منين جبناها؟ جبناها من تجارب empirical. أوكي، بعدين هاي القيم اللي راح تكون بالجدول بالتيبلتد داتا راح تخليها داخل برنامج، يعني غالبا ما يكون حاليا برنامج statistical. وبعدين هو راح يعطيك شكل المعادله، ايش الامبيريكال ايكويشن. اوكي، فهذا اللوسز اللي هو من دي عفوا من اليو الى الدي اللي هو بالستريت لاين. اذا انت راح تشتغل من اليو الى البي راح تيجي تشتغل، عندك ثلاث زوايا، عندك اما هاي الزاويه تكون 90 بيتا او البيتا 60 او البيتا 45 حسب ايش انت اللي قاعد تشتغل عليه. حددنا نوعية الزاوية، الزاوية شلون راح نحددها؟ يعني هذا كونسترين موقع العمل راح يحددها. شوف المساحات اللي انت متوفرة عندك، فإذا عندك متوفرة مساحات يعني ممكن تاخذها 90 أو ممكن تاخذها 45، لكن بصورة عامة كل ما الزاوية تقل كل ما اللصق راح يكون أقل. أوكي، يعني 45 إذا هنا عندك 0.8 لنفرض، اذا انقطع مع 45 راح يعطيني اللوسز اقل، واذا انقطع مع 60 يعطيني اللوسز اكبر، واذا مع 90 يعطيني اللوسز اكبر. كل ما الزاويه تكبر كل ما اللوسز، وين اللوسز؟ بالبرانش تيك اوف، يعني من اليو اب ستريم الى البرانش ستريم، فبالتالي راح يكون عندك ايش اللوسز عالي. هنا ننظر الى هذا الشارت، هذا الشارت ريشيو اوف برانش تو اب ستريم فيلوسيتي، يعني يا سرعه سرعة البي على سرعة اليو. هنا السرعة بالبي أنت موجودتها من تصميم الدكت، والسرعة يو أيضا أنت معلومة عندك، فتقسم الفي صب بي ديفايد الفي صب يو. أوكي، فطلع عندك هذا الإكس أكسس. إذا السرعة متساوية، يعني ممكن تكون السرعة متساوية، راح تكون القيمة عندك واحد. زين، إذا عندك الإكس أكسس راح نسقط يعني قطع عمود، سوي لكم اياها هذه. اذا كان عندك الفي، هاي طبعا الفي، المهم هذه في بي، عفوا ما يكتب هذا معي. الفي بي على الفي يو هذا راح تكون، فطلعت عندك نفرض اني طلعت عندك واحد، راح تخط عمودي الى ما لا نهايه، تقاطع مع الزاويه اللي تحدد لك البرانش. خلينا نقول الزاويه مثلا 60، فال 60 راح تكون بهذه النقطه، وبعدين تجر خط افقي يعطيك 0.8، يعطيك هنا 0.8. هاي ال 0.8 اللي هي البي لوسز على الفي صب بي سكوير مضروبه في الرو ديفايد باي 2. الفي صب بي اللي هي البرانش معلوم الفي، والرو معلوم، اذا يبقى عندك البي لوسز راح تطلعها من هذه المعادله، راح تضرب هذه القيمه كلها في 0.8 راح يعطيك البي لوسز. البي لوسز منين؟ من الاب ستريم الى البرانش ستريم. اوكي طلع، واذا كان عندك من الاب ستريم الى الداون ستريم راح تستخدم هذا القانون. عندك هنا مثال مباشر، بما انه انا ما طالبكم بالبرانش تحاولون تقرون بالبيت تتعلمون عليه. ايضا عندك النوع الاخر من اللوسز اللي هو الميسلينس فيتنج، اللي هو مثلا الفلتر والكولينج هيتنج كويل، هاي اللي احنا اصلا يعني تكلمنا عنها واستخدمناها ك ابستراكشن لوسز. هاي اللي تتكلم عندكم obstruction losses اللي هي الخسائر اللي ناتجة من الفلاتر أو من الفويل أو من الفاير دامبر أو من الفوليوم دامبر، كل هذه يعني راح تحليها اوتوماتيكيا بصورة مباشرة، تعتمد على الشركة اللي انت قاعد تشتغل مع الكومبوننت مالتها. انهينا كل ما يتعلق بالفيتنج. اوكي طلاب، وايضا الفيتنج راح يعني نسوي يعني تمرين عليها ب بالدايناميك لوسز. احنا عندنا سؤال راح نحله حتى نطلع القيم ايش اللي فرجه اللوسز.
نحن ذكرنا أنه هنالك 4 طرق لحساب تصميم الدك: الـ Equal Fraction Method والـ Velocity Reduction والـ Constant Velocity والـ Static Regain Method. اللي هاي الـ Static Regain Method اللي هي الطريقة اللي تستخدم غالبا ما في المناطق اللي في المصانع، يعني غالبا ما تكون في المصانع أو في الأماكن أو التطبيقات اللي ما نحتاج بها النويز يكون جدا منخفض. ليش؟ هنا هاي الطريقة الأصل مالتها إنه أنت الـ P total 1 إذا كان عندك 2 section، خليني نوصل لنفرض انه هاي A B C. هنا جزأ لك هذا الدكت الى جزئين، الى A B والى B C. جزأ الدكت الى صنفين. ال P total بالسكشن A B لازم يساوي البي توتال، طبعا هاي كلها لوسز، نتكلم عن اللوسز. البي توتال بي البي سي، هذا انت شلون الخسائر تحاول تسويها متساوية، ان الخسائر من الاي الى البي يحاول انه الخسائر تسويها من البي الى السي، عن طريق ايش؟ عن طريق انه عندك البي في 1 ناقص البي في 2 يساوي الـ PS2 ناقصا الـ PS1، يعني الخسائر بـ Section 1 اللي هو الـ AB أخذنا ناقصا الخسائر الديناميكية بـ Section 2 اللي هو الـ BC يساوي الـ P Static بـ Section 2 ناقصا الـ P Static بـ Section 1. نحن عادة اللي يأثر موضوع الدكت اللي يأثر بصورة كبيرة اللي هو الديناميك لوسز اللي هو الفيتنج اللي هو البي في، هذا دائما يعني يكون ذو قيمه عاليه جدا ويحكم ايش البالانسين، البالانس اير بالانس ان اير. فانت البي في شلون تقلله وشلون تزيده؟ عن طريق الاريه او عن طريق الفيتنج. البي ستاتيك شلون تقلل او زيده؟ يعتمد فقط على الاريا، اللي هاي الاريا تعتمد على السرعه، راح تعطيك سرعه فيلوسيتي. يعني انت من راح تكبر الدكت، يعني اذا ناخذ اذا نكبر الدكت الفيلوسيتي راح تقل، في ستاتيك راح يصير بي راح يقل، اذا الاريا الاريا كل ما قللها راح ينتج عنها السرعه راح تصير بيها راح تزداد، واذا السرعه ازدادت راح يعطيك البي ستاتيك دلتا بي ستاتيك راح يصير بي راح يزداد، واضح طلاب؟ تمام تمام سعد، واضح سعد. اذا هذا هو ايش هو المنطلق مالتك، لانه انت الفيتنج ما كيفك تتلاعب به، هاي الفيتنج واقع حال، اذا عندك فايب رانج، اذا عندك ريديوزر، اذا عندك اكسبانشن، هذا واقع حال. فالبي في والستاتيك بريشر اثنيناتهم راح يشتغلون على الاريا، اوكي؟ فانت مثلا هنا كان اللوسز خلينا نقول 50، وهنا اللوسز الحالة الطبيعية يعني كالسرعة تكون النويز مالتها جدا معقول، زين كانت أقل، فايش راح أسوي أنا؟ لازم أسوي هاي الخسارة نفس هاي الخسارة أو هاي الخسارة نفس هاي الخسارة، راح أتلاعب بإيش؟ بالأريا. هنا راح أضطر إنه الأريا السكشن البي سي الأريا مالتها راح أقللها حتى زيد السرعة، حتى الخسائر الاستاتيكية شو يصير بيها؟ تزداد، بالتالي راح يصير عندي
الستاتيك عفوا البي توتال بالاي بي يساوي البي توتال بالبي سي. زين فهاي الخسائر اذا نحن سوينا الاي بي، الطالب يقول ليش عم تسوي خسائر التوتال بالاي بي يساوي من البي سي؟ هذا حتى بالبالانسين يصير عندك استقرار بالهواء. يعني انت اذا عندك سكشن اللوسز مالته عالي وسكشن اخر اللوسز مالته كبير عفوا صغير، راح يصير عندك هنا يعني يصير عندك انبالانس، وبالتالي ممكن يتولد عندك بعض الامور يعني الضوضاء الى اخره. فهنا ايش راح يصير عندك؟ راح نقلل الاريا المساحه، السرعه راح تزداد. زين بالتالي اللوسز راح يزداد، الستاتيك اللوسز راح يزداد حسب هذه القانون هذا اللي وجدناه. فراح نتلاعب انه نسوي الدلتا لوسز دايناميك لوسز تساوي الدلتا ستاتيك لوسز، والستاتيك لوسز راح نتلاعب ايش عن طريق الاريا. زين طالب يقول الاستاذ اوكي احنا قللنا الاريا، زيدنا السرعه، زيدنا الستاتيك بريشر لوس، صار عندي بالانس البي توتال بالاي بي يساوي البي توتال بالبي سي. بس هنا راح يصير عندي السرعه صارت عاليه، فبالتالي النويز راح يكون عندي عالي. اقول له اوكي اذا هاي الطريقه ممكن استخدمها وين؟ في المصانع، واستخدمها في بعض التطبيقات اللي السرعه والنويز ما يكون عندي يعني ذو اهميه عاليه. وشيء اخر ايضا، وممكن انه انا عندي طريقه اخرى، ممكن اتلاعب بايش؟ اتلاعب بخلي قبل الدفيوزر، قبل يعني قبل الدفيوزر بهاي المنطقه، اخلي ما يسمى بالساوند، ساوند انتبهوا عليه هذه، ساوند انسوليتر. ساوند انسوليشن، شنو الساوند انسوليشن؟ هذه عباره عن طبقه اعتقد موجوده هنا. عباره عن طبقه ما مثلنا سالت بتكون بالانترنت، هاي عباره عن طبقه توضع مثل عازل، بس يوضع داخل الدكت مو خارج الدكت. هذا مو عازل حراري خارج الدكت، هذا عازل صوتي. فعازل صوتي هذا حتى يقلل لي من شده صوت اللي هو الساوند. شوف هذا كله ساوند انسوليشن، لكن هذا ما يوضع بداخل الدك، ممكن تخلي على الجدران حتى يعني حتى الصدى يقلل الصدى، وخاصة هاي يستخدموه بالشوفون هذه الاستديوهات التصوير، لأن استديوهات التصوير هذه يكون الصوت يكون معزول جدا. لازم نقول هنا الدك ساوند انسوليشن اللي هو هذا، تشوفون طلاب الدكت، هذا الدكت، وهذا يجي ساوند انسليشن يصير مثل اللاصق، ينباع بالروله او بالمتر. زين فهذا الساوند انسليشن هذا شغله انه يقلل من شده الصوت، يقلل من شده الصوت. طبعا هذا يوضعوه عاده وين؟ يوضعوه في منطقتين يعني لا يوجد غيرهما. المنطقه الاولى بالدكت الرئيسي، لان انت معظم الاصوات يعني اذا كان الشغل غير يعني مضبوط، او التصميم ممكن يكون غير مضبوط، اوكي، فراح يخليه بمسافه مترين او 3 متر، مو ازيد يعني مترين او متر ونص الى مترين الى 3 متر، يخليه بالدكت الرئيسي يعني بعد الماكينه، اوكي. او اذا انت صار عندك مثل ما اشتغلنا على الستاتيك ريتين ميثود، فزيدنا السرعه بالبرانش دكت او قبل الدفيوزر الهوائي، راح اخليه قبل الدفيوزر اخليه بمسافه متر او متر ونص حسب يعني بحيث انت لا تكسر، لان هذا ايضا راح يقلل الضغط. يعني انتبهوا انه هذا راح شغل يقلل النويز وايضا يقلل ايش البرجر، يعني يقلل ايش الضغط الدفع. استاذ يعني هم بيه خسائر؟ طبعا كل شيء تخلي داخل الدفع راح يعطيك خسائر كل شيء. طبعا هذا ينبسط لاصق يكون يعني انت مباشره راح تشتغل عليه. زين استاذ، اذا خلينا من الخارج مو من الداخل ما يصير؟ ما راح يقلل الصوت؟ مو انت وين عين شيء بالخارج لو بالداخل؟ تمام، هو عين شيء بالداخل، بس هو ما راح ينسمع، ما ينسمع من الخارج يعني، ما ممكن ينعزل من الخارج. طريقة أخرى، طريقة أخرى إنه
تستخدم بعض الدفيوزرات، ولو هذا يعني ماني ما اشوف صراحة يعني في العراق، لكن موجودة يعني بعض الشركات خاصة التركية أو الأمريكية تعطيك ديفيوزر هو بي يعني هو بي ساوند انسوليشن. زين، فأنت ما راح تقلل الصوت بالبراين ديد قبل الديفيوزر، راح تقلله بالديفيوزر، لكن يعني ما ينصحهم بها، يقول لك أنت وصلت إلى مرحلة نهائية يعني أنت جد راح تقلل الصوت، وهذا طبعا يعتمد بها فاكتورات تعتمد على شدة الصوت ايش قد عندك إلى آخره. بس هذا الساوند يجي بهذه الصيغة، شوف هي جرولة وينباع بالميتال بول، ينباع بعدين تتفصله على ايش المقاسات اللي عندك داخل الزيت. طبعا هذا يعني المتر المربع يحسبه بالمتر المربع، المتر المربع يعني تقريبا يعني 30 دولار او 25 دولار، يزيد او ينقص حسب ايش المورد وحسب الشركة المصنعة. اوكي، طبعا يعني الطريقة هي غير طريقة الحل هي غير سهلة، لأن يعني أنت كم سكشن عندك؟ عندك مئات يعني أكثر من 100 سكشن حسب الدكت لاي أوت. أوكي، فأنت كل تو سكشن راح أسوي لهم بالانسين، بعدين السكشن الآخر أسوي بالانسين مع الآخر وهكذا. فهي العملية راح يعني تخسرك وقت طويل. فعادة هذه الطريقة بها برامج خاصة وبها اكسل شيت وبها ايضا سوفت وير يشتغلون عليها. الطريقة هذه يعني كمعادلات غير مطلوبة، لكن انت فقط اشرح لكم على شيء اسمه ستاتيك جين فاكتور. ستاتيك جين فاكتور اللي هو الار، هذا الار، هذا الار اللي هو دلتا تي اس بين النقطتين على الدلتا دايناميك لوسز بين تو بوينت. اذا بي اس 2 ناقص بي اس 1 على ال PV1 ناقص ال PV2 راح يعطيك اللي يسموه static gain factor اللي هو ال R. اوكي، وهذا ال R اذا كان واحد بمعنى انه ال static dynamic تساوي ال static losses، و راح يكون عندك يعني موازنة يعني طبيعية. يعني تقريبا انهينا كل ما يتعلق بال static losses وال dynamic losses وانواع ال dynamic fitting، وايضا تكلمنا قبل لحظات تكلمنا على الستاتيك ريجين البرنسبل وشلون احنا نستخدمها. هنا عندك بعض الاشكال، هذا طبعا للاطلاع فقط، شوفوا انت الطلاب يعني هنا عندك هنا اثنين توسع، عندك سدن انلارجمنت وعندك سموث انلارجمنت. توسع ماكس سكشن نمبر 2 صار فيه توسع، بس هنا توسع ايش يكون؟ كان سموثلي او جراجولي، وهنا كان عندي سدن. طبعا الخسائر راح تكون برضه كبير. خلينا نشوف بالحاله الاولى البي توتال بقى ثابت، ليش؟ لانه صار عندك كسب، شوفوا الطلاب ستاتيك ريجين، صار عندك كسب بايش؟ ب الستاتيك لوسز، وصار عندك خساره بالدايناميك لوسز، لكن مقدار الخساره اللي خسر الربح، عفوا الربح اللي ربحته بالستاتيك يساوي مقدار الخساره اللي خسرتها بالدايناميك لوسز. فصار عندك البي توتال بين 1 وبين 2 يعني تقريبا ثابت، طبعا هو مو ثابت 100%، لكن اللوسز جدا جدا قليل، يعني يكاد انه يكون انه لا يوجد خساره بين بوينت 1 وبوينت 2. خلينا نشوف هنا، هنا صار عندك لانه الاريا بالسكشن بالمقطع الثاني او الستيت نمبر 2 الحاله الثانيه صار عندك توسع، اذا ستاتيك بريشر صار عندي ربح بي، لكن هذا الربح مو كثير، مو مثل هذا. ليش؟ بسبب الايدي كرنت، هاي الايدي كرنت اثرت على مقدار الربح بالستاتيك بريشر. الدايناميك لوسز ايضا صار عندك كبير، فصار عندك البي توتال هنا يعني خسارة بسبب انه الايدي كرنت، صار عندي البي توتال جدا عالي. يعني يجيك بالامتحان مثلا العملي اعطيك هاي الصورتين اقول لك ياهو الخسائر البي توتال راح تكون اكبر هنا لو هنا، راح تكون هنا الستاتيك بريشر ريجين، الستاتيك بريشر ريجين يعني الان اللي ربحته هنا راح يصير اكبر، لو هنا راح يصير اكبر، لا هنا راح يصير اكبر، عندي كلمه صار عندي حفظ ب ايش او زياده ب ايش في الستاتيك بريشر. طبعا الستاتيك بريشر صار عندي يعني صار عندي ربح الي. زين، وكذلك الحال بالنسبه للدايناميك لوسز بالحالتين راح يصير عندي كبير، الصدن انلارجمنت والايديوم انلارجمنت او السموث انلارجمنت. الـ principle of static retain method اللي ذكرنا انه 1 الى 2 يساوي 2 الى 3 وهكذا، يعني السكشنات الـ PS1
يساوي بي اس 2 اللي هو يكونون، او طبعا البي توتال 1 يساوي بي توتال 2 حسب السرعة. ايضا هنا دا يتكلم على يعني انت الانستليشن، شوف الانستليشن هنا وشوف الانستليشن هنا. طبعا الخسائر اللي هنا راح تكون اقل، بالتالي هذا الشغل راح يكون بيتر افضل من هذا. ليش؟ لانه هذا كله راح يكون اعاقات على مرور الهواء، بالتالي هاي كلها راح تصير عندي دايمن خصم راح يكون كلش عالي كلش عالي، فبالتالي يعني هاي الطريقة راح تكون افضل من هذه الطريقة. What is called air distribution؟ هذه طبعا كل هذه تتكلم على يعني تتكلم على الانرجي بالانس. نحن دائما الكيو ايش تساوي؟ نحن اللي همنا بالدبت هو الفوليوم اوف فلوريد. الكيو ايش تساوي؟ تساوي الفوليوم اوف فلوريد في سي بي مويستر في رو في دلتا تي. هاي الدلتا تي يسموها ديزاين تصميمية. هذه بها رينج من 8 الى 12 دلتا تي كلها. وهاي دلتا تي بين من بين من؟ بين التي ريتيرن ناقص التي سبلاي. هذا بها فصل، فصل الصيف، هذا السمر، لانه ريتيرن راح يكون عندك اعلى، او يكون تي سبلاي ناقص تي ار اذا كان في فصل الشتاء. هذا وين جاء؟ واضح طلع؟ هاي الدلتا تي هي بين الديفيوزر السحب وديفيوزر الروتيرن. هاي اللي يسموها ديزاين تمبرتشر، هاي طبعا بها رينج من 8 الدلتا تي الى 12، ممكن تاخذ 8 وممكن تاخذ 10 وممكن تاخذ 12، هذه تقيمات وحسب سرعه ايش التدريج. الرو غالبا ما تكون 0.2 عند درجة حرارة 20، السي بي ام هذا ايضا تكون قيمة ثابتة، يبقى عندك الفوليوم فلو ريت هذا هو المجهول، والكيو هاي منين راح نجيبها؟ الكيو راح نجيبها من الكولينج لود، من الكولينج لود او الهيتنج لود. شوف انت ايش راح تشتغل بس الصيف كولينج، لانه الكولينج لود راح تجيبها وتخليها هذه القيمة. اوكي خلاص؟ فهاي قيمة الكيو، فوجدت قيمة الفوليوم فلو ريت. إذا أنت تشتغل بوحدات أساسية ديجري سنتيغريد، كيلوغرام بير متر كيوب، كيلو جول بير كيلوغرام كلفن، والكيو هنا كيلوار راح يعطيك الفوليوم فلو ريت اللي ينطبع عليه بالمتر كيوب بير سكند. وراح تدخل للجدول الفراكشن شارت، الفراكشن شارت يقول لك لتر على السكند، راح تضرب هذه في الف تحولها على اللتر بس تنطبع على هذا. طبعا هذه كل يعني كل هاي العبارات هي على هذا القانون. وهنا اعطاك مثالين، اذا غيرت الدلتا تي يعني قال لك الست بوينت، يعني هاي ايش الست بوينت؟ هذا تيرن والسبلاي 55 دقري فهرنهايت، وهنا الست بوينت تمبرتشر يعني الروم تمبرتشر او الريتيرن تمبرتشر 75، لكن السبلاي صار بي اقل، 55 صار 45، فبالتالي راح يصير عندك هنا راح يصير عندك 5055 طن، وهنا راح يصير عندك 3055، 55 طن هنا راح يصير عندك 370 طن، يعني سي اف ام راح يكون 370 لكل طن، الطن الواحد راح يعطيك 370 سي اف ام، وهنا للطن الواحد راح يعطيك 555. بمعنى اخر انه السبلاي تمبرتشر كل ما راح تكبر كل ما راح يكبر معها قيمة الـ CFM والعكس صحيح. هذه يعني القيم هو ماخذ قيمتين، ماخذ هاي دلتا تي هنا ايش قد؟ طبعا هنا دلتا تي ما راح يطلع 8 الى 12 لان هذا بالفهرنهايت، لكن انا انت دائما اشتغل على السنتيجريد اللي هو الرينج 8 على 12، يعني انت الرينج مال 8 الى 12 ما راح تستخدمه بالسنتيجريد، ما راح تستخدمه على الفهرنهايت، انتبه. الفهرنهايت راح تشتغل غير عمل. واضح؟ فانتبه على درجات ايش الحرارة. يعني هنا في اشتغل بالفهرنهايت، هنا انا اعطيتكم اياه بالدجري سنتيجريد، وانتم اشتغلوا على الدجري سنتيجريد، تشتغلون على
ايش بدري فهمت. الو حبيبي دكتور، هلا مرحبا، الله يرضى عليك. والله والله محاضرة مع طلابين يعني. نعم طلاب نكمل. أيضا ذكرنا أن الكيو هاي راح نجيبها من الكولينج لود استيميشن والفوليوم اوف فلو ريت مال الهواء، اللي هو شغلنا كله عليه تصميم الدك. أول خطوة أنه نحن راح نحتاج الفوليوم اوف فلو ريت اللي راح نحصل عليها من هذه المعادلة. هاي المعادلة اللي راح يسموها سموها الانرجي بالانس. انرجي بالانس القانون اللي راح يحكمه هو هذا القانون، هذا القانون في الفان توتال بريشر. الفان توتال بريشر الكيو شو راح تساوي لك؟ تساوي لك عفوا مو كيو الورك. قبل هذا خلينا نشتغلها من الاساس مالتها المعادله. احنا عندنا الافشنسي، اي عمل الافشنسي مالته شو تكون؟ هسه انت تريد تفتح مشروع وفتحت مشروع معين، احد يعني مشروع، فتحت لك مشروع مثلا محل لبيع الادوات الاحتياطيه لمواد التبريد التكييف. قالت 6 اشهر، جاء واحد قال لك ايش قد كفاءه العمل؟ يعني شنو كفاءه العمل؟ يعني انت ايش قد ربحت الاوت، قد ربحت انت على الانبوت، على راس المال، يعني ربح على راس المال، هاي دائما يسمونها كفاءه. يعني الاوت، الاوت بوت على الانبوت، واضحه؟ زين انت موضوع عندك ايش عندك الاوت بوت؟ الاوت بوت عندك ميكانيكال باور، ميكانيكال باور، وانبوت مالتك شنو؟ الالكتريسيتي اللي هي الكهرباء اللي عندنا نصرفها. الكتريكال باور، جيد، اللي انت شغلت فان وشغلت كومبريسر والى اخره، الكتريك باور. زين الميكانيكال باور ايش راح تساوي الميكانيكال باور؟ انت الميكانيكال باور اللي على الهواء اللي اشتغلته شنو هو؟ هو الفوليوم اوف فلو ريت والفان توتال بريشر، فان توتال بريشر. يعني عندك ضغط كلي هذا، وعندك ايش كميه هواء. والالكتريك باور هذا عاده هو الالكتريك باور راح يكون بي ايش، بي واحد الكيلو واط، هذا الباور الالكتريك باور، او مرات يسموه الورك. الورك يعني الالكتريك وورك، نفس التعبير. احنا عاده بالامتحان ايش راح يكون عندك؟ انت دائما الورك راح يكون عندك مجهود، يعني الورك الكهربائي، واضحه؟ فهذا الورك الكهربائي ايش راح يساوي لك؟ راح يساوي لك الفوليوم فلو ريت ضرب الفان توتال بريشر، يعني البي توتال على ايش؟ الافشنسي. غالبا الافشنسي بها رينج تكون من 0.6 يعني 60% الى 0.75، يعني هذا اعلى كفاءه ايش؟ للهواء. ليش؟ انت عندك خسائر كثيره بالهواء، زين، والفان ايضا راح يكون بها خسائر كبيره. اذا هاي الافشنسي دائما هي تكون جيفن داتا، تكون جيفن داتا. والفوليوم اوف فلو ريت منين تجيبها انت بالدك؟ راح تشتغل على التحويل هذا اللي استاذ من الطنيه استاذ اللي حسبناها السي اف ام، راح تحول الطنيه بكل سكشن او بكل ديفيوزر، وراح تدمج مع الفوليوم اوف فلو ريت الكلي، راح يعطيك قيمه الفوليوم اوف فلو ريت. الفوليوم اوف فلو ريت الكلي التوتال اللي بالمنظومة بالكامل، اللي هو مجموعة من ايش؟ مجموعة من الغرف، كل غرفة مثلا بها 2 طن، حولت ال 2 طن عندي 10 غرف، يعني 20 طن الباكج، حولت ال 20 طن إلى كمية هواء
بس انتبهوا طلاب، وهاي دائما تقعون بها الاخطاء، انه هاي الفوليوم فلو ريت لازم تكون بالوحدات الرئيسيه، متر كيوب على السكند، والفان توتال بريشر يكون بوحده الباسكال. انتبهوا على الوحدات، لان في بعض الاحيان طالب يخليها بوحده مثلا متر كيوب على المنت او سي اف ام، فراح يعطيه غير قيم، والقيم راح تكون ايش؟ غالبا ما تكون خاطئه، واضحه؟ فاذا كانت الوحدات الاساسيه راح يطلع الشغل بايش؟ الوورد، راح يطلع بوحده الوورد. هنا الوورد راح يطلع بوحدة الوورد، فانتبه على الوحدات الأساسية تكون بهذه الصيغة. هنا الكيو عرفنا من نجيبها، والإفشنسي دائما هي جيفن داتا. يبقى عندك الفان توتال بريشر، الفان توتال بريشر ما راح نجيبها، راح نجيبها من هذه المعادلة. الفان توتال بريشر ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك البي توتال لوسز زائد البي دايناميك سيستم اوتليت زائد البي ستاتيك سيستم اوتليت زائد البي ستاتيك سيستم انتري زائد البي في سيستم انتري. هذه ما راح تكون، ما كان تكون عندكم واضحه، راح اشرح لكم اياها في الرسومات. انت هناش عندك، عندك باكج اللي هو يسموه باكج اير كونديشنينج، او ما سموها يعني روف توب باكج. هنا عندك هذا يسموه الاوتليت، مخرج الهواء، وهذا الدكت. هنا ايضا عندك سحب، نفرض ان السحب يكون بهذه الصيغه. هنا صار عندك الانتري، عفوا هنا صار عندك الانتري، هنا صار عندك ايش؟ مثل ما سماه هو، سماه لك اوتليت. هذا اوتليت، هذا امسحها. هذا اوت. هنا من ذكر الفان توتال بريشر، هنا لازم تحسب انت كل الخسائر الموجوده. الخسائر هنا قسمها الى 3 اقسام. قسم خسائر موجوده وين؟ داخل الدكت. هنا لوسز، هاي اللوسز ايش راح تكون؟ راح تكون منها بي ستاتيك، ومنها راح يكون بي دايناميك، مو صحيح؟ زين. والقسم الاخر قسم لك اياه هنا بالاوتلت، وقسم اخر قسم لك اياه بايش؟ بالانتري. يعني 3 اقسام سوالك ايش؟ اللوسز. هنا بالاوتلت ايش عندك؟ ايضا طبعا هذا طبعا ايش راح تكون؟ قسم لك اياه اوت زائد انتري زائدا ايش اللي سميناه؟ دكت، لوسز دكت، ويساوي بس تفهم الطلاب الاوت، الاوت ما بي بي ستاتيك لوسز زائد بي دايناميك لوسز، مو صحيح؟ ويا الطلاب هاي الاوت تمام سر، معك زائد انتري ايضا بي ستاتيك لوسز وبي دايناميك لوسز، بي ستاتيك وبي بي دايناميك لوسز، هذا انتري زائدا الدكت ايضا بي عندك بي لوسز ستاتيك زائدا بي دايناميك، هاي بدك واضح طلاب؟ هذا القانون العام، يعني نحن هنا هذا القانون شكو خسائر اذا كان نوعه دايناميك او كان نوعه ستاتيك خلينا، فصار عندك انت 3 يعني خسائر، اوت اللي يطلع الهواء، والانتري. زين طالب يقول سال الاوت شنو؟ هذا الاوت مو بيه شفرات، ما بيه شفرات، المخرج الهواء مرات يكون بيه شفرات حتى ايش؟ يقلل النويز، فصار عندك ايش؟ بي دايناميك لوسز، وايضا بي ستاتيك لوسز. ليش؟ لانه مشى مسافه معينه حتى الهواء يتعشق مع هذا الدب. اوكي، كذلك الحال بالنسبه للانتري، ايضا عندك لوسز دايناميك،
وما اللي يكون بشفرات، لأنه هو هذا أصلاً إذا تلاحظون هذا، إذا نلاحظ هاي الصورة إنها نكبرها راح يكون بهذه الصيغة، يعني كأنما شنو الهواء راح يكون عندك بهذه الصيغة، يعني كأنما هو إيش صار عندك، صار عندك enlargement، مو تمام؟ enlargement هو عبارة عن إيش؟ dynamic losses. لكن في بعض الأحيان أنت من تشتري باكيج، من تشتري باكيج أنت بطلاب، من تشتري باكيج هذا الانتري هو حاسب لك حسابه، يعني انت راح تجيب الدكت مالك مباشره تعشقه مع ايش؟ مع كانفاس. انا راح يصير عندك كانفاس وتربط كانفاس في الكانفاس. شنو الكانفاس؟ اللي هو الفلكسبل. هذا يسموه كانفاس. طبعا هذا يعني انت المفروض هذا يربطوه بين الماكينه وبين الدكت الرئيسي. طبعا هنا رابط بين دكت وبين دكت، بس هو يصير بين هذا، يصير شكله هذا. هذا يسموه كانفاس. هذا الكانفاس الوظيفه مالته، المفروض انتم ماخذينه بالرسم المنظومات، الوظيفه مالته انه تمنع انتقال الاهتزاز من الماكينه الى الدكت الرئيسي. هذا الوظيفه مالته. زين، عنده وظيفة انه يقلل ايش اللوسز، عفوا النويز، من يمنع انتقال اللوسز من الماكينة الى الدكت الرئيسي. طبعا هنا فان، ممكن تكون اكزوست فان ايضا يربطون معه، يعني الدكت ما يجي يتعشق مباشرة مع الماكينة، اذا كانت دكت، واذا كانت باكج، واذا كانت اذا حتى اذا كانت سيلم كونسيل الدكت، الدكت الرئيسي لا يعني يعشق بصورة مباشرة مع ايش، مع الماكينة الا بوجود الكانفاس. هذا الكانفاس او مرات يسموه فلكسبل جوينت، فانتبهوا على التسمية، هو الاسم الشائع له اسمه كانفاس، ومرات هنا الشائع يسموه تشتري، يسموه تشتري، ما اعرف من جايبيه، بس هذا لغة السوق، ونحن ايضا يجب علينا ان نحترم مصطلحات السوق، لانه نحن راح نشتغل يعني مع فنيين ومع اشخاص ماهرين بالعمل ويستخدمون هذه المصطلحات في يعني في الشغل بيناتهم، يسموه تشتري. اوكي، هذه بعد ما انت راح تشتري الباكيج، الانتري هو اصلا حاسبه حساب كامل. زين، فراح تبقى المعادله راح تختزل، يعني يبقى البي توتال فان يساوي البي توتال لوسز زائد البي في سيستم اوتلت. اذا بس فقط وقالت ايش السيستم اوتلت هنا يعتمد على ايش نوعيه الفيتنج اللي راح تربط بين الدكت الرئيسي وبين الماكينه، وممكن يكون ايضا يكون هذا يكون يعني هو الكانفاس، بس ممكن يكون يعني فصائل يختلف عن اخر. يعني مثلا انت مرات الدكت ممكن انت مستخدم اكبر من ايش من السبلاي، يعني فايش راح يسوي؟ راح يسوي انلارجمنت. ممكن بالعكس يكون فتحه الدكت السبلاي تكون ايش اصغر من الدكت الرئيسي مالته. زين، فحسب ايش هذا الدكت اللي استخدمته. بل بعض الاحيان تصمم ما تعرف يا باكج راح تجيب من يا ماركه، زين، وما عندك كتالوج انت لماركه معينه، فبالتالي انت راح تصمم لهذه المنطقه، تبغى طلب لهذه المنطقه، انت راح تبدا التصميم، وراح تجي الباكج راح تعشق بين الباكج وبين الدكت الرئيسي عن طريق هذا الفيتنج. ممكن يكون هذا هو انلارجمنت، وممكن يكون يعني كونتراكشن، اما راح يكون انلارجمنت بهذه الصيغه او ممكن يكون بهذه الصيغه، يعني يكون الدكت الرئيسي يكون اصغر من الباكج، وبالتالي راح يكون عندك الفان توتال بريشر راح يكون البي توتال لوسز زائد البي في سيستم اوتلت. في بعض الاحيان حتى هذا انا الغي لكم وياه. زين، فهذا البي توتال، انتبهوا طلاب، البي توتال راح يساوي البي توتال لوسز زائد البي في اللي هو الدايناميك لوسز الاوتلت. يعني هذا القانون صار به اختزال، قانون صار به اختزال، فصار الفان، انتبهوا طلاب، الفان توتال بريشر، توتال بريشر راح يساوي لنا الستاتيك بريشر لوسز في دكت لوسز اللي يسمونها في توتال لوسز
زائدا ال P V out. انت عندك P V in يعني نتري بيدخل وبين out. بعض الاحيان هذا ايضا يعني انا اقول لك الغيها، او اذا ما اقول لك اعطيك معلومات عنها انه قيمه جاهزه هذه حتى تسهل عليكم العمليه. اذا الفان توتال بريشر بالنهايه راح يساوي لك ايش؟ راح يساوي لك البي دكت لوسز اللي هو البي ستاتيك زائدا البي دايناميك. اذا انت شغلك كله راح يصير على الدرس اللي هو اخذناه نحن بالدروس الماضيه، هذا يسموه الفان توتال بريشر. زين، اكو ايضا مصطلح اخر اللي هو هذا اللي هو فان، اكتب لك اياه فان توتال بريشر. توتال بريشر زين، اكو نوع اخر اللي هو ستاتيك، الفان ستاتيك بريشر او الفان ستاتيك بريشر. انتبهوا عليه لان هذه بيها يعني بيها فكره، فان ستاتيك بريشر. هذا الفان ستاتيك بريشر شو راح يساوي لنا؟ راح يساوي لك ال P دكت لوسز. وهذا ال P لوسز دكت لوسز ايش راح يساوي لك؟ هو دلتا بي اس اشتغل خطوات، يعني انا مسحت السؤال حتى اشتغل خطوه خطوه حتى تعرف انت من يا جدول وشلون تطلع القيم. زين، نرجع على السؤال. ايكوفالنت هاي اخذناها من البرنامج، او انت تاخذها من ايش؟ من الشارت، سكشن شارت. الفيلوستي هاي جيفن داتا، والفيلوستي فاجر هاي سوينا احنا حولنا نصف رو في سكوير، يعني هاي من جت هي نصف رو في سكوير. في سكوير ما دام انعدمت نصف رو في سكوير يعطينا 29.4 باسكال. بعد ماكو شاشة أعتقد. أي استاذ هسه احنا بعدنا بالسكشن الاول، السكشن الاول دائما هو الانطلاقه، فهي شويه راح نتاخر يعني جزء جزء ونكمل ان شاء الله. اللينكس هاي جيفن، الليتر بير سكند هاي جمعناها مال كل الديفيوزرات، كل السكشنات، كل اول سكشنز. البريشر دروب طلعناه باستخدام معلومتين اللي هي هذه المعلومه وهذه المعلومه. الايكوفالنت دايمتر طلعناه ايضا من الفريكشن شارت. الفيلوستي بريشر شلون طلعناها؟ نصف برو في سكوير، البي انعلمت والنصف والرو اللي هو 1.2، انتهينا منه. جينا على الفيتنج، ايش عندك فيتنج؟ انت عندك فيتنج اللي هو الالبو فقط، بالسكشن اي فقط الالبو. الالبو دخلنا على الدايناميك لوسز. الدايناميك لوسز الالبو ايش تحتاج؟ نحتاج الايدج على الدبليو. الايدج على الدبليو وجدناها تقريبا 0.55، اخذناها 0.5. والار على الدبليو اشتغلنا على
ال 1.5 اللي هو هاي ايضا راح تكون جيفن، يعني هاي جيفن داتا ان هاي ال R على ال W عندك ال R على ال W تساوي 1.5 هاي جيفن given data، وأيضا ال velocity ال main velocity تساوي 7 متر على الثانية أيضا هاي given. سوي باللون عدد حروف الزيتا طلعناها 0.22 عرفتوها. يعني نجي على الدايناميك، الدايناميك شلون راح نوجد الدايناميك اللي هي نصف رو في سكوير اللي هي هاي القيمه، اللي هي هاي القيمه في الزيتا، الزيتا اللي هي وجدناها 0.22 وجدنا احتاج 6.5 تقريبا باسكال اللي هي خساره راح تخسرني بهذا الجزء. زين نجي على السكشن الاخر او اللوسز اللي هو ستريت ديب. ستريت ديب شنو يعني؟ يعني الستاتيك بريشر لوسز. الستاتيك بريشر لوسز ايش راح يساوي؟ يساوي طول الدكت هذا السكشن مضروبه في الدلتا في لكل متر اللي هو 1.16 ضرب 10 راح يعطيني 11.68. التوتال بريشر راح اجمع الستريت لوسز الستاتيك لوسز مع الدايناميك لوسز راح يعطيني 18 القيمه. الاكيوميليتيف هنا صفر لانه اول سكشن دائما نبدا بقيمه صفر. زين نجي الان ننتقل الى الشيت جيج. الشيت جيج شلون راح نجد الشيت جيج؟ نجي على من انه مستطيل، نجي على الجيج المستطيل، اجي على الالمنيوم لو جلفنايز، جلفنايز اجي اشتغل على هذا. فيقول لك الى الجريتر دايمنشن اللي هو اكبر قيمه للضلع اللي هو 30 انش 24. فخلينا نشوف ال W اللي عندك ايش قد. ال W اللي عندنا نشوف السؤال عندك 58 في 32 58 هاي سنتم، حولها على الانش شو نسوي؟ 58 تقسيما 2.54 حولناها الى الانش، لازم نحول الانش يطلع عندي 22. نجي على الجيج لل 30 24، 22 هي اقل من 30، اذا هذا راح يبدا الجيج يكون عندك 24. الطالب الذكي راح يقول استاذ هذا الجيج كله راح يكون متساوي، ليش؟ لان انت اذا بالسكشن الرئيسي طلع عندك 24. نعم استاذ حتى جاوبك اقول لك لان السكشن الاول يعني طلع 22 فلان. انت الدبليو بالسكشن الاول راح يكون اكبر شيء، زين فطلعت هي 24 اللي هو هذا اقل جيج، فراح لان بعد ايش راح يصير عندك 31 ل 60 انج و 61 ل 90، فانت عندك الاول اللي طلع عندك 24 فراح يبقى عليه، لو طلع عندك 20 راح تنتظر، ممكن يكون 20 ممكن يكون 22 ممكن يكون 24 السكشن اللي بعده. نكمل. خلصنا السكشن الاول، نجي على السكشن الثاني. السكشن الثاني ايش عندك؟ دايناميك لوسز، عندك نوعين من الدايناميك لوسز، عندك دايناميك لوسز اللي هو البرانج، وعندك دايناميك لوسز اللي هو الريديوزر. نبدا على البرانج. البرانج قبل ما اجي هنا ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك 900 لتر سكند. ليش؟ انه 1200 ناقص 300. ندخل على البرنامج. هنا ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك معلومتين راح ندخلها، ندخل معلومه الفلو ريت والدلتا في، يعني الدلتا في راح نثبتها. فدخلنا 900 مع ال 1.16 طلعت عندي الفيلوستي 6.5. الفيلوستي 6.5 بما انه هي اقل من 7 اذا انت شغلك صحيح، لو كانت هاي اكبر من 7 اذا انت عندك خطا موجود في الحل. الدايمتر راح يكون عندك 41 42 راح يصير تقريبا هذا بالملم يعطيني، فانا لازم اوجده بالسنتيم. ف 419 انا اعتبرت 420
راح يصير عندك 32 في 45، 32 32 في قد في 45، ممكن تعتبره 44 وممكن تعتبره 46، فأنا راح أعتبره يعني 46، لأنه لازم تطلع رقم زوجي، ما يصير تطلع رقم زوجي، يعني هاي 45 ما يصير 46 أو 44، فأخذناها عند 46. زين، نيجي الآن إلى الـ velocity pressure اللي هو نصف رو في سكوير، يعني 0.6. ليش؟ لأن 1.2 في 0.5 اللي 0.6 في 6.5 في 6.5 اللي مربع السرعة، طلعت 25 و35 في المية. إذا velocity pressure، هذا velocity pressure وين أحتاجه؟ أحتاجه حتى أطلع الدايناميك لوسز بعد ما أطلع قيمة الزيتا. الزيتا أنا إيش عندك أنت يا طلاب؟ انتبه هنا بالفيتينج، بالفيتينج راح يصير عندي برانج لوسز وستريت لوسز. بما انه انا شغال على هذا الاندكس ران، اذا البرانج لوسز راح اهمله، راح اشتغل فقط على الستريت لوسز. واضح طلاب؟ اللي قلنا احنا راح نشتغل هنا ستريت، وهنا ايضا راح يكون ستريت، وهنا راح يكون كله ستريت. ليش؟ لان ما دخلت بهذا ايش المسار او البرانج. الستريت شلون راح، وين راح اجي؟ راح اجي على الدايناميك لوسز، الدايناميك لوسز، نجي على التيك اوف. راح اعتبر، انا راح اعتبر البرانش التيك اوف بهذه الصيغه. انتبه طلاب، الزيتا عندي في 2 على في 1، وعندك الزيتا مالتها، وعندك الفي 3 على الفي 1 والزيتا مالتها، اللي هي يعني هذا بين هذا وبين هذا اللي هو البرانج. انا ما عندي، انا ما عندي برانج، عندي ستريت لوسز. اذا راح اشتغل على هذا اللي هو الفي 2 على الفي 1، الفي 2 على الفي 1 اللي هو قد الفي 2 على الفي 1 يعني 6.5 على 7، 6.5 تقسيم 7 يعطيني 0.92. رجع لي هذا 0.92، 0.92 راح اعتبره انا مقارب الى الواحد، حتى لا اسوي انتربوليشن بين 0.8 وبين 1 للسهوله فقط. فراح اعتبره انا واحد صار تقريبا، فراح يعطيني الزيتا 0.04، وراح اكتب الزيتا ستريت لوسز اللي هو ال 0.04 اللي هو هذا. زين، خلصنا من الزيتا. ايضا عندي الريديوزر، مو هذا اقل، صار اقل حتى ابدا عشقه مع الطول الاخر. فراح اجي على السكشن، راح يكون عندي قيمه ايش؟ الريديوزر اللي هو هذا. دائما الريديوزر وين راح يشتغله؟ الريديوزر راح يشتغله وان سايد، شوف طلاب، عندك الريديوزر عندك تو سايد وعندك وان سايد. والون سايد والتو سايد يعتمد على شنو؟ يعتمد، شوف الـ A تو سايد والـ B وان سايد. خلينا نشوف الشكل، الشكل هو وان سايد، يعني هذا المقر ثابت وهذا اللي صار بـ جراجولي. يعتمد على الثيتا، دائما الثيتا كل ما تكبر كل ما اللوسز راح يصير أكبر، واضحة؟ فراح نعتبر نحن 30 هو 30، ونعتبر البي اللي هو one side اللي هو البي، ونعتبر الزاوية 30 يعطيني 0.07، يعطيني 0.07. ليش؟ لأنه عندي الزاوية، راح أيضا نكتبها هنا الثيتا، ثيتا تساوي لنا 30 ديجري. اللي هي مال ايش؟ مال اليوزر. اليوزر، لان اليوزر شلون وجدنا؟ وجدنا بمعلومه انه وان سايد. شو عرفنا وان سايد؟ من الرسم عرفنا وان سايد، والزاويه 30 من عرفناها، هاي طبعا راح تكون جيفن داتا. فصار عندي البي اللي هي اخذنا ال عندي، اخذنا الزاوية 30
زاوية 30 أخذناها، والبي اللي هي 1 سكشن اللي هي 0.07 0.07 محطوط عندي هنا 0.07، هذول شو أسوي لهم؟ راح أجمعهم، راح أجمع الزيتا مال ستريت 0.04 زائدا 0.07 تعطيني 0.11 اللي هي توتال زيتا، وهاي التوتال زيتا اضربها في ال 25 0.35 فصار عندي مقدار ايش الخسائر في الدايناميك لوسز. الستاتيك لوسز شلون راح احسبها؟ عندي الطول 3 متر في 1.168 راح يعطيني قيمة ايش؟ قيمة الستاتيك لوسز. الستاتيك لوسز اجمعها مع ال 2.78 2.7885 راح يعطيني الكلي بالمقطع بالمقطع خلينا ناخذ منه راح يعطيني هذا ايش الكلي بالسكشن بي. زين اذا راح نجي على الاكيوميليتف شطف له اضيف له 18.13 راح زائدا 18.138 راح يعطيني ايش الاكيوميليتف، يعني ضفت عليه هذا السكشن بي ضفت عليه السكشن اي طلع عندي الاكيوميليتف طلع عندي 24 زين طلاب. هاي ليش ضفنا الستة ضفنا له 18؟ لأنه اكيوميليتف. هنا ليش ما ضفنا؟ لأن الاكيوميليتف كان عندي صفر بالسكشن الأساسي، في السكشن الآخر لا كان عندي 24. الجيج عرفناه، نجي على السكشن الثالث. هسه خلصنا ال A ال B نجي على السكشن السي. السكشن السي ايش عندك؟ ايضا عندك بها برانش، بها برانش تيك اوف وبها ايضا ريديوزر، بها برانش وبها ريديوزر. السكشن الثالث يقول عندك كمية الهواء 600، راح تدخل 600 اللي هو هذا سي راح يحمل 600 اللي راح يوزع 300 ب 300 600 مع اللوسز اللي هو 1.16. طبعا هنا ليش يكون بالاحمر؟ طبعا هو دائما يفضل انه يكون اللوسز ماكسيموم واحد، يعني لا يعبر الواحد، لكن هنا صار عندك 1.16 مشيها ما في مشكله. 5.9 راح يكون عندك 5.9 الاكوفالنت دايمتر ايش قد؟ الاكوفالنت دايمتر راح يكون عندك 36. شوف السرعة قلت والاريا قلت، اذا انت شغلك يكون بالسيف ريجن. الفيلوستي بريشر اللي هو 5.9 مرفوع القوى مربع في 0.5 اللي هي نصف في 1.2 اللي هي الرو، يطلع عندك 20.88. هذا جيزنا ايضا راح يكون عندك اللوسز. شوف اللوسز هنا بي سي اللوسز بي سكشن سي. ايضا راح يكون عندك تيك اوف. تيك اوف شلون راح نحسب التيك اوف؟ لازم نحسب الستريت تيك اوف، نجي نحسب السرعه الخارجه اللي بالداون ستريم اللي هو حسب عندك 5.9 تقسيما 6.5 يعطيني 0.9. اجي ادخل هنا 0.9 ماي تيك اوف هنا راح يكون عندي في 2 على في 1 اللي هي طلعت عندي 0.9 اللي هي راح تكون بين ال والستريت اللي هو بين ال في 2 وبين في 1 اللي هي زيتا 2 راح يكون عندي بين
بين ال 0.8 وبين الواحد. هذول اجمع واقسمهم على اثنين راح يعطيني اللوسز اللي عند ال 0.9، راح اجمع 0.09 بلس 0.04 تقسيم الاثنين. ليش تقسيم الاثنين؟ لان انت عندك 0.9 وهنا 0.8 وهنا، فنقدر نجمعهم لانه هذا بالمنتصف، فيعطيني 0.065، هيعطيني الستريت لوسز، هاي كاتب لك اياه، والجراجوال لوسز. الجراجوال لوسز راح يكون نفس ذاك القيمه. ليش؟ لانه نفس الزاويه و نفس القيمه. طلب ذكرنا انه هذا راح ناخذ نفسه. ليش؟ نفس الزاويه والسايد واحد، ف راح نجمع 0.07 زائد 0.07 مع 0.065 راح يعطيني 1.135. هاي قيمه الزيتا. هاي قيمه الزيتا راح اضربها الكليه، اضربها في 20 اللي هي قيمة يعني نصف رو في سكوير، أضرب في 20.886 يعطيني قيمة الدايناميك لوسز في هذا السكشن. والستريت شلون راح نوجد الستريت؟ الطول عندي 6 متر بهذا السكشن، 6 ضرب 1.168 راح يعطيني 7 اللي قيمته الستريت لوسز. اجمع الستريت 7 زائد 2.819 راح يعطيني ليش اللوسز الكلي بهذا السكشن، سكشن سي. اذا اسوي اكيوميليتيف اجمعها مع من؟ اجمعها يعني انا جمعت هذا مع هذا ثاني هذا، هذا راح اجمعه مع الاكيوميليتيف السابق زائد 24.43 سيعطيني التوتال في هذا السكشن. زين، بالنسبة للجيج ذكرنا ان الجيج هنا الجيج المساحة قد راح تكون عندي، طبعا المساحة راح تكون عندي 32 في 32، راح يصير عندي 32 في 32 32 في 32. نجي على الأخير، السكشن الأخير اللي هو الدي. طبعا الدي ايش راح يضيف له انت هنا؟ راح يضيف له الالبو، راح يكون عندك الالبو بهذا السكشن، وايضا راح ينحسب عليه الستريت لوسز. يعني راح يكون هذا السكشن دي راح بي الالبو وبي بي ايضا الديوزر راح ينحسب عليه. فالستريت لوسز الجزء راح يكون عندك هنا، خلينا نشوف الستريت لوسز ايضا راح يكون عندك السرعة. بس خلي قبل هذه خلي نعرف السرعة هنا. هنا شوف عندك صار عندك 300 هنا، 300 على الستريت راح يكون عندك الفيلوسيتي تقريبا 5، راح يكون عندك 5. راح نقسم 5 على 5.9، 5 divided by 5.9 يعطيك 0.84، راح ناخذ لنا 0.84 يعني راح ناخذ 0.4 للسرعة فقط، يعطيني 0.09 راح يعطيني 0.09 الستريت. اوكي نشوف الدايمتر ايش قد الدايمتر.
27 77 تقريبا 28 على حسب 28 الفيلوسيتي بريشر اللي هي نصف رو نصف رو في سكوير 5 في 5 25 هاي السكوير في بوينت 6 يعطيني 15 الجراجويت ايضا راح يكون بوينت 7 نفسه يعني جراجويت راح يكون 7 هاي طبعا اللفظ هنا زائد الجراجويت زائد الالبو الالبو شلون راح اسوي الالبو الالبو روح على الالبو هو راح يعطينا المعلومات شلون نحن الايدج على الدبليو الايدج على الدبليو ايش قلت الايدج على الدبليو ما هاي عندي 20 في 32 20 في 32 وهاي طبعا ايضا 32 20 في 32 في 32 هنا ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك قيمة الـ H على الـ W الـ H هنا ايش صارت؟ صارت 32 على الـ W اللي هي 20 صار عندي قيمة الـ H W 32 تقسيما 20 اللي 1.6 1.6 راح اعتبر 1.5 للسرعة مع انقاطعها مع ال R على ال W 1.5 راح يعطيني 0.12 اوكي احنا رجعنا عندنا 1.6 راح اعتبر 1.5 تقريبا وال R على ال W راح ايضا اخذها 1.5 راح يعطيني 0.12 راح اخلي 0.12 أجي أجمع الزيت الكلية 0.12 plus 0.7 أو 0.7 عفوا plus 0.09 plus 0.09 يعطيني 0.28 0.28 اضربه في 15 اللي هي نصف رو بي سكوير حتى يعطيني 4.2 هذه شنو اللي هي اللوسز دايناميك والستاتيك اللي هي 8 اضربه في 1.168 اللي تعطيك 9 تسعة وثلاثة بالعشرة أجمعها مع الفور بوينت تو يعطيني 13.5 هذا في سكشن دي أجمعها مع 27 أجمعها مع 27.249 يعطيني التوتال هذا التوتال اللي هو وصولا كل اللوسز الموجودة من الـ I إلى الـ B C D وصولا قبل الديفيوزر زين نعطينا الديفيوزر 3.5 هنا عندي ديفيوزر عادة أعطيك قيمة الدفيوزر بالباسكال بس هذا السؤال لأنه مطينا بقيمة الزيتا إذا السرعة هنا جد راح أصير يعني جد عندي السرعة السرعة عندي 5 في 5 25 في 0.5 في نصف في 1.2 اللي هي رو نصف رو في سكوير في الزيتا ما أنا أقول نعطيك إياه زيتا نعطيك 3.5 في 3.5 أوكي فطلعت عندي الديفيوزر بريشر دروب تساوي 52.5 هاي اجمعها مع ال 40 يعطيني الاكيوميليتيف اجمعها مع ال 40.79 يعطيني
الكلية راح يكون عندي 93 وثلاثة بالعشرة تقريبا. اوكي طلع، اشوف الديفيوزر الخسائر مالته صارت عالية جدا، فبالتالي صار عندي 93. الان التوتال صار عندي توتال فان بريشر، هذا راح يكون عندي توتال فان بريشر اللي هو راح يكون عندي 93 93.3 باسكال. هذا طبعا عادة ممكن أضيف له يعني 5% لوسيز أو 3% لوسيز حتى أكون بالسيفتي ريجن، لكن نحن راح نبقي هنا. أنت بعدين راح تكون يعني تقدر تضيف القيمة اللي تشوفها مناسبة اللي هي لا تتجاوز 5%. فأنا الفان توتال بريشر كانت 93، وأيضا طلب من عندي السبكت ريشيو اللي هي راح تقسم الكبير على الصغير، اللي راح تكون هنا سبكت ريشيو، راح نكتبها سبكت ريشيو اللي هي 58 على الكبير دائما على الصغير، 58 على 130 اللي 1.8. نهائيا راح يكون عندك 46 46 تقسيم 32 1.4. راح يكون عندك 1.4، هنا راح يصير عندك 32 على 32 راح يطلع عندك 1، وهذا هو الايديال طبعا. هنا 32 على 20 راح يكون عندك 32 على 20 1.6. لاحظوا انه نحن ذكرنا انه هو الايديال او البيرفكت هو 1، طلع عندك 1 في احد السكشنات اللي هو سي، وايضا يكون عندي لل 1.7. هذا ايضا يعني ريكومند او شيء ايضا بالنسبه للمستطيل، راح يكون عندي الايديال بالمربع 1، بالمستطيل يكون عندي 1.7 هو الايديال، وصار عندي 1.8 و1.4 اقل، وممكن يعني المقبول الاكسبتبل للثلاثه. نشوف انه ما وصلنا الى قيمه الثلاثه، اذا هذا الدكت كتصنيف وكربط هو الاسبكت ريشيو دائما تحاول تقلل لي من الانيشال كوست والرننج كوست. وايضا نلاحظ انه طريقه الربط والتصنيع راح يكون يعني يكون جيد جدا في هذا السؤال. ليش؟ لانه انا ما اتجاوزت الثلاثه وبقيت الماكسيموم كان عندي اللي 1.8 اللي يكون قريب على 1.7 اللي هي ايضا ايديال كيس للريكتانجولر دكت. فبدينا نجمع وطلع عندي بهذه القيمة. طبعا حلينا السؤال على كل السؤال حلينا على الدكت، وهذا البرنامج ايضا دزينا لكم اياه العام وتقدرون تشتغلون عليه. إذا ما تشتغلون عليه راح تشتغلون على ال section chart و ال convert table، راح تستخدم حتى تحول المستطيل الدائري إلى مستطيل. ال section chart دائما يعطيك القيم يعطيك ال equivalent diameter، وبعدين ال equivalent diameter تستخدم ال convert table حتى تحول إلى المستطيل بمعلومة ال 32 اللي هي template. أوكي طلاب، أنهينا السؤال. و يعني طبعا السؤال هنا يكون أحدث لكم إياه هذا السؤال وعلى الوورد حتى تقدرون أيضا تعيدوه أنتوا في البيت. بعد ما ضفنا قيمة الديفيوزر 52 باسكال، الديفيوزر شلون ضفناها؟ قيمة الزيتا هنا ايش كانت عندك؟ نصف رو
في 1.2، في السرعة صار عندي 5 ضرب 5 سكوير، سرعة سكوير. في الزيتا، الزيتا اللي هي مقاسية بس هو given data اللي هي 3.5. في الديفيوزر تي بي، والزيتا معطيني هي 3.5 هاي جيبن ديتا. يعني الامتحان ممكن اعطيك انا باسكال او اعطيك الزيتا، ف هذه راح احدد لك اياها انا بالامتحان. راح يكون عندك صفر، الخبرة هذه صفر في رو 1.2 في مربع السرعة اللي هو السرعة، أنا هذا السكشن تاعتي 5، 5 في 5 و أو خليت في 5 مرفوع لقوة 2 أنظر حتى يكون عندك مرفوع لقوة 2. بعدين ضرب رو زيتا، يعني نصف رو بي سكوير في زيتا، وطانا قيمة ايش 52 باسكال اللي هي قيمة الرو، لأنه هاي الزيتا اللي هي given data. تفضل راح أبعث لكم الـ word هذا الحل السؤال على هاي المعطيات، واشتغلنا أيضا اشتغلنا على الألبو، واشتغلنا على البرانش تيك أوف، واشتغلنا ايضا على الزيتا، عفوا السموث ويز يوزر او اللي هو هذا اشتغلنا عليه اللي هو حالة بي. ليش حالة بي؟ لانه عندي one side فقط اللي هو graduate. في بعض الاسئلة يعطيك two side فتجي تشتغل على الاي وبمعلومات ايش الزاوية. نحن اخذنا الزاوية 30 اللي هي اقل زاوية تعطيك توصل اللي هو 10.07 او شبه، وثبتناها على كل السكشنز. ليش؟ لأنه كل السكشنز هو 1 واي والزاوية 30. عندكم سؤال طلاب؟ تبعاتكم معايا؟ معك عندكم سؤال؟ شوية السؤال هنا بيه صعوبة لأنه اشتغلنا ستيب باي ستيب، لكن أنت تحاول أن تحل التوتوريال شيت، الأسئلة التوتوريال شيت. وأي سؤال إذا عندكم موجودين الأحد بالعملية أقدر أيضا أجاوبكم عليه. حاولوا تبلشون تحلون أي سؤال أسئلة من التوتوريال شيت، وإذا وقفتوا بأي شيء حتى أبدأ أنا أكون معاكم. ممكن الأحد بالنسبة للطلاب اللي أخذوا عملية، أكون طلاب أخذوا عملية وأكون طلاب لا ما أخذوا عملية، بالنسبة للطلاب اللي أخذوا عملية أقدر أحلهم توتوريال شيت سؤال آخر يعني على ال نحن ما اخذنا عملي، عندنا جروبي انا اللي ما اخذ. اللي ناخذ عملي راح يبدي ياخذ عملي، واذا عنده سؤال راح نبدا يعني سؤال على التوتوريال شيت ابدا اجاوب عليه. يعني بعد ما تجيبون يعني تجيبون التوتوريال شيت، تجيبون الفريكشن شارت والجيج وكل ايش المعطيات اللي تقدر تستخدمها. ابدوا حلوا اي سؤال انا جاهز. اوكي فصل ثاني شوية، فصل يعني يحتاج اهتمام وصعب بنظري وبي كالكوليت حسابات، لازم انت تكون يعني كلها تعرفها وحافظها. اليوم الحضور ما هذا طبعا ما اعرف ليش يعني عندك استاذ تقرر شيء نفس اللي انطيتنا اياه بالمرحلة الثالثة مو استاذ؟ شوف الجداول، الشيت اللي الدك جيج نفسه الدايناميك هذا الجديد، الفريكشن والكونفرت تيبل هذا نعطيناكم اياه، الليك هذا جديد، هذا جديد، الكوماند فيلوسيتي جديد، سبليتر فين جديد، التوتوريال شيت هذا جديد، واليو فاكتور. طبعا الهيت جيم والهيت لوسز ما راح اعطيكم اياه، ما نتاخر بعد الفصل الثاني، راح نبدا الفصل الثالث والرابع المحاضره القادمه، لانه نحن يجب علينا انه نكمل يعني كل ما يتعلق بالهواء بالكورس الاول. الكورس الثاني راح نهتم بالسايكرومتريك ونهتم بالووتر سيستم ديزاين.
حتى ما بدي أتأخر بعد أكثر. اليو فاكتور هذا انتم راح يكون عليكم الهيت جيم والهيت لوس، هذا ما راح تصير العام، وتحاولون تراجعون نفس المعطيات ونفس الامثله نفس القوانين، ما يصير عندي اي اختلاف اي شيء. عندكم سؤال طلاب؟